اي مسؤوليه زي ما انت قلت، المسؤوليه انت بتحاول تطور المنظومه، فالمسؤوليه دايما لما بتعمل خطوه بتحاول تضيف ليها لو انت موجود في المسؤوليه، ثم اللي ياتي بعديك بيبتدي يكمل يزود عليها. الخطوه دي. تعرف احنا كنا عاملين سيستم، السيستم ده كان بيبين كل حاجه واضح جدا. السيستم ده انا حتى ما سالت عليه في الموضوع ده وقف، فكره الورق والفاكسات دي اتلغت بالظبط. يعني. فانا بس ده ما تكمله بقاش ما للكلام. بقاش في فاكس، بقى في بيجي لك ميل او مخبأ رسميا للاتحاد الافريقي ان انت عندك كذا كذا كذا. فانا كنت بشوف ان المسؤوليه الاولانيه عند الاتحاد الافريقي ان هو سمح بكل اللغط ده، سمح بان هو بيخاطب الاتحادات بعد البطوله ما بدات، وده غلط. هي الفكره في ايه بس يا كابتن عشان نوضح فكره ليه بعد البطوله؟ هتفرق ايه يناير من فبراير؟ هتفرق ان انت في يناير وفبراير بدات تتضح معالم البطوله، فانت بتفتح باب الشبهات، وده اللي حصل. ان انت ما حددتش ملعب النهائي غير لما اربع فرق وصلت بس للنهائي للمباراه دي للمرحله دي، وبقى في اوريدي من الفرق اللي هتنظم النهائي فرقه مرشحه ان هي بس توصل. احنا خلي بالك برضو هم دي ما تتاخدش عليهم. هقول لك على ليه الكاف على الكاف، هقول لك ليه ما تتاخدش عليهم. هو بعت لك في يناير وبعت للناس كلها، انت المفروض اول حاجه تعملها تعمل الهوم ورك بتاعك. الهوم ورك بتاعك اللي هو ايه؟ انا كاتحاد مصري المفروض الخطاب ده حتى من غير ما اسال الانديه، انا ليا دور، انا بقول لك وجهه نظري ان انا خاطب المؤسسه الرياضيه ان انا عاوز استضيف البطوله ان ديها ليها امكانيات ماليه وفند كبير. ما باخد كل بملى بياناتي، خصوصا ان احنا على فكره سهلين جدا، احنا جامدين جدا جدا يعني في التنظيمات وفي كل حاجه. فانت لو اخدتها يا عمر، انا كاتحاد مصري كنت عامل الهوم ورك، انا ما بحطش مسؤوليه عليهم والله. هو على فكره لا بقنع لهم في الخطوات. انا عشان كده بقول لحضرتك هي زي هي، انا بشوف ان هي توزيع مسؤوليات. نسب قد ايه؟ بالظبط. انا بشوف النسبه الاكبر على الكاف، لان هو اللي فتح الباب قول لي الاكبر. يعني لو احنا بنقول 100% تتقسم ازاي؟ يعني انا بشوف ان هي ممكن يبقى حوالي 40% على الكاف مصر و30%، والانديه بقى موزعه يعني ايا كان. مش عايز احط الاهلي تحديدا، اهلي زمالك فرق الانديه اللي ما سالتش على حقها، كل واحد فيهم ياخد له 15 20%. اقول لك انا النسب، ويعني المفروض اصلا ما اقولش يعني رؤيتي ولا وجهه نظري، ليه بس لا ده اقول احنا قاعدين مع طيب. بعضينا يعني. النسب بصرف النظر عن الاتحاد الافريقي زيرو مسؤوليه ان هو عمل الهوم ورك بتاعه مهما كان في نوايا. بس متاخر. انا ما كشفتوش، لا ده في لوائح. ما انا هقول لك على كده، انا ما قدرتش ان انا احرجه فزيرو في المية. مشكله الاتحاد الافريقي حاجه واحده، ان هو طلع ان الماتش النهائي للتشامبيونز ليج او دوري الابطال يوم 30. دي المشكله الوحيده اللي الاتحاد الافريقي عملها، وانت عندك فيفا دي عشان في بديت. بس دي المشكله الوحيده. طب باين اكتر ان المفروض يبقى في تضارب وحاجات. بالظبط. وقبل كده ما حماش النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بالظبط. دي مشكله الاتحاد الافريقي، وده لازم يبقى فيه رد فعل عنيف. وانا طبعا عندي ثقه كبيره في النادي الاهلي. التحرك المستقبلي هيبقى عامل ازاي؟ ده انا بقول لك زيرو مسؤوليه. الاتحاد المصري 100% او نقدر نقول 90%. انا بقول لك لا انا معاك. وزاره الشباب 10%، النادي الاهلي 0%، بصرف النظر ان كل ده عليه مسؤوليه. لجنه متابعه بس ما تحطش مسؤوليه عليك، لا انا مش بقى الفكره تضيف لك. انا فاهم. انا بس انا الفكره بالنسبه لي ان انا صاحب في الاول وفي الاخر، انا كنادي انا اللي هتضرر، انا صاحب الحق. فانا كنت كل اللي عايزه ان انا اتابع الموضوع مش اكتر. لا ما انا تابعت المسؤوليه عند الاتحاد في الاخر، لان انا ما عنديش، انا مش صاحب قرار. تخاطب الاتحاد طبعا، الاتحاد المصري لان الاتحاد القاري ما بيخاطبش انديه، بيخاطب اتحادات على طول، والاتحاد المحلي هو اللي بيخاطب النادي مباشره. فبالتالي انا كنت شايف ان الاتحاد الافريقي كان هيلغي كل اللغط ده لو كان محدد من بدري اسوه بالاتحاد الاوروبي، طالما القرار في الاصل متاخر. عشان كده بدات مع حضرتك في البدايه ان هو تقليد الاتحاد الاوروبي، فقلده كله بقى، انحته كله يعني، شف منه الكتالوج كله، واعلن من بدري وقول ان انا عندي في 2022 في المغرب و2023 في مصر و2024 في نيجيريا، بس خلاص. فالموضوع كله يبقى خلصان، يبقى قصه خلصانه لو عملتها في جنوب